عندك إجابة؟ عشان بتفرز يمس هرمونات. ذاكرت يا محمود؟ يمس إيه؟ عشان عشان يمس بتفرز هرمونات بتنظم نشرة معظم الغدد. لا، سميناها بالغدة الصماء لأن هي بتفرز إفرازاتها أو الهرمونات الخاصة بيها في الدم مباشرة بدون قنوات، ما بتحتاجش قنوات. تمام؟ تمام. من أمثلة الهرمونات اللي بتفرزها الغدة الصماء كانوا مين يا يارا؟ اديلي 7 أمثلة كده يلا. الهرمون المناشط للغدد الثدية، ولا هرمون النمو، ولا هرمون المناسب لعملية الولادة، وهرمون المناشط للغدد التناسلية، والهرمون المناشط للغدد الدرقية. يمس الهرمون المناشط بتاع البنكرياس والتانية دي. الهرمون الميسر لعملية الولادة. كمان ده تمام. طيب تمام محمود، نعمس. تعرف تقول لي يا محمود لو حصل زيادة أو نقص في أحد الهرمونات ده بيسبب إيه؟ خلاص خلل هرموني. عرف يا أحمد الخلل الهرموني؟ ما فعلش المايك. طيب، من أمثلة الخلل الهرموني في هرمون النمو كان بيديلي أمراض إيه يا محمود؟ على ما أحمد يشغل الصوت. الجوتيه البسيط والجوتيه الجحوظي. لا لا لا، أنا بقول هرمون النمو. العملاق والقزامة. تمام. امال الجويتر ده كان تبع اي غده ولا تبع اي هرمون؟ ايه مثلي؟ الجويتر كان تبع اي غده ولا اي هرمون؟ الطاقية. تمام، برافو عليك. طيب، هرمون النمو إذا زاد عن الحد المطلوب بيدي عملاقة، وإذا قل عن الحد المطلوب بيدي قزامة. طيب، الجويتر سواء كان بسيط أو لا، بسيط أو جحوظي يعني بمعنى أصح، السبب في الخلل اللي بيسبب أمراض الجويتر ده بيكون هرمون إيه؟ سيروكسين. قولي تاني؟ سيروكسين. ثيروكسين. برافو عليكي. طيب، الجويتر البسيط بيكون من أعراضه إيه يا محمود؟ هو أحمد تقريبا مستني لما نخلص أسئلة وبعد كده هيفعل المايك براحته. اتنيمس. الجويتر البسيط أعراضه عبارة عن إيه؟ بيكون تضخم. بسبب زيادة أو نقص في الهرمون. تضخم الغدة وتضخم العنق. تمام. طيب، دي أعراضه، هو بيكون بسبب ايه بقى؟ زيادة ولا نقص؟ قلة اليود. تمام. وعشان كده بننصح المريض ان هو بياخد أطعمة غنية بايه؟ باليود اكتر. طيب يا يارا، الجحوظي سببه ايه واعراضه ايه؟ ايه بس يا الجحوظي مال السبب والأعراض بعد إذن. سبب زيادة إفراز الغدة الدرقية وأعراض تضخم الغدة الدرقية. نقص في الوزن، جحوظ في العينين. تمام. يا مس هو يعني ايه مس سرعة الانفعال؟ يعني عصبي، شخص عصبي كده بيتنفس بسرعة. يلا نكمل.
يمس معاك يا محمود، كنت ببعت لأحمد بس إن هو إيه يفعل الصوت. وأخيرا إيه يا أحمد، قفل الصوت من ساعة ما دخلت ليه؟ أحمد ايوه يا مس قفل الصوت ليه؟ مذاكر؟ نذاكر اي درس وإيه لأي درس اللي إحنا فيه من أول الدرس لحد ما وقفنا؟ الغدد والهرمونات. ما كنت شعر لا لا لا، ماشي يا أحمد، حاول تشد شوية يا أحمد. ها يلا شباب، تالت غدة هندرسها عندي هي غدة البنكرياس. مالها غدة البنكرياس دي؟ غدة البنكرياس بعتبرها من ملحقات الجهاز الهضمي، موجودة تبع الجهاز الهضمي. مكانها فين؟ مكانها موجود ما بين المعدة والأمعاء الدقيقة، هي بتتوسطهم كده، مش متصلة بيهم، ولكن مكانها موجود بين المعدة والأمعاء الدقيقة. طيب احنا اتفقنا ان كل غدة بيكون ليها هرمون معين كده او كذا هرمون بتفرزهم. الغدة البنكرياس عندي بتفرز ايه؟ بتفرز هرمونين اتنين اساسيين. رقم واحد اسمه هرمون الانسولين، رقم اتنين هرمون الجلوكاجون. طيب الانسولين ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن هرمون بيكون موجود في الدم بيساعد على خفض مستوى سكر الجلوكوز في الدم. طبعا احنا بنتناول نشويات، سكريات، مواد كتير جدا بتتحول لسكريات داخل الجسم وبتتخزن على هيئة طاقة، فإذا زادت في الدم عن الحد المطلوب بتسبب أمراض. زي ما اتفقنا أي هرمون في الدنيا لو قل أو زاد بيسبب أمراض. فربنا خلق غدة البنكرياس مسؤول عن إفراز هرمون أنسولين وهرمون جلوكاجون. الأنسولين وظيفته خفض مستوى سكر الجلوكوز في الدم لو كان الجلوكوز عالي. طب لو الجلوكوز منخفض؟ لا استنى بقى، ده احنا هنحتاج هنا هرمون الجلوكاجون. ليه؟ عشان يقدر يرفع عند مستوى السكر للمستوى الطبيعي. يبقى أنا دلوقتي أهمية غدة البنكرياس هي الحفاظ على مستوى سكر الجلوكوز في الدم إلى المستوى الطبيعي، سواء بالخفض او بالرفع. خفض ورفع بنفس الهرمون؟ لا، لو هخفض مستوى سكر الجلوكوز هستخدم هرمون الانسولين، لو هرفع مستوى السكر هستخدم هرمون الجلوكاجون. تمام؟ انتوا فين؟ تمام ولا لا؟ تمام طيب عايزين نعرف بقى آلية عمل كل إنزيم منهم. فأنا عندي مثلا هرمون الأنسولين، إحنا اتفقنا إن هو هيخفض مستوى سكر الجلوكوز في الدم. هيخفضه إزاي؟ المفروض إن الدم بيكون فيه مستوى السكر عالي، فهو يخلي خلايا الجسم تمتص إيه؟ السكر ده، تستخدمه كطاقة. عشان كده دايما بنلاحظ برضه يا شباب إن مريض السكر اللي ضغط اللي سكره بيكون إيه يعني إيه منخفض، وياخد حاجة مسكرة سكره يعلى فيجيله النشاط، يقدر إن هو يتحرك. ليه؟ لأن السكر هنا بيتحول إلى طاقة. بيتحول لإيه؟ لطاقة. الطاقة دي بستخدمها في القيام بالأنشطة المختلفة. طيب حاضر، انا حولتها لطاقه واستخدمتها في انشطه، خلصت انشطه خلاص وما عدتش عايز ابذل اي مجهود ولا اعمل اي حاجه، خلاص الطاقه دي نخزنها فين؟ في الكبد على صوره جلايكوجين. تمام، مستوى السكر الزياده بيتم تخزينه على هيئه طاقه في خلايا الكبد في صوره ايه؟ جلايكوجين. مين اللي بيقوم بالحاجات دي كلها؟ هرمون الأنسولين. تمام، تعالوا بقى نشوف آلية عمل هرمون الجلوكاجون. على فكرة النهاردة ما شاء الله التفاعل مش نافع، فما شاء الله عليكم. نكمل.
الجلوكاجون بيتم رفع مستوى السكر ازاي؟ خد من اللي انت عنده قبل كده بقى، مش انت كنت عاين جليكوجين في الكبد؟ اه، طلعه وفككه تاني ورجعه للسكر وخليه موجود في الدم فيعمل على رفع مستوى السكر في الدم. لو قلنا هنا ماذا يحدث عند ارتفاع مستوى سكر الجلوكوز في الدم على المستوى الطبيعي؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل ايه؟ تستجيب غدة البنكرياس بإفراز هرمون الأنسولين. يبقى لو على فكرة الغدد، يعني لأن اللي متحكم فيها برضو عندي الغدة النخامية، فهي بتدي عليها على طول الإشارة، خدي بالك ده دلوقتي فيه مستوى كبير وعالي ومرتفع من السكر، تقوم على طول تفرز هرمون الأنسولين، ده طبيعي، ده من غير أي تدخل بأدوية أو حقن. طيب لو حصل وانخفض مستوى السكر، كملي يا يارا. قياس بإفراز هرمون الجلوكاجين. الجلوكاجون، يبقى دلوقتي الخلل اللي هيحصل هنا تتوقع هيكون ايه؟ زيادة او نقص في احد الهرمونين، تمام؟ تمام. تمام. كل اللي احنا شرحناه جايبهولي في المخطط ده ازاي؟ بيقول المفروض ان مستوى السكر الطبيعي في الدم يكون معتدل كده، زي ما يكون ميزان، تمام. طيب وبعد كده خلاص ماشي يا محمود، لو خلاص تدخل تاني ركز معايا بس. دلوقتي المستوى طبيعي، لو حصل انخفاض يوم البنكرياس على طول حط جلوكاجون، الجلوكاجون يروح فين؟ عند الكبد. انت عندك جلايكوجين، ايوه، طلع فكك حوله لسكر دخله جوه الدم، يرجع مستوى السكر ايه؟ طبيعي. طب انتظر دلوقتي السكر ارتفع، لا استنى البنكرياس يقوم على طول يقوم بدور يفرز هرمون الانسولين، الانسولين يعمل ايه؟ يساعد خلايا الجسم ان هي تمتص ايه؟ الجلوكوز الزياده. طيب امتصته قامت بالطاقه اللازمه وخلاص، خدت الطاقه وقامت بالانشطه، ما عادش انشطه عايزه تعملها ولسه السكر كتير، طب استنى بقى نحوله لايه؟ لجلايكوجين ويتم حفظه فين؟ في الكبد، تمام؟ تمام. تمام. طيب أحمد أيوة. يلا جميل، حل معايا الأداء الذاتي ده، يلا. هرمون الأنسولين بيحول مين لمين؟ سكر لجليكوجين ولا جليكوجين لسكر؟ صح صح يا أحمد. مش احنا اتفقنا ان لا هرمون الانسولين ده بيتعامل عندي لو مستوى السكر مرتفع؟ تمام. يبقى هرمون الانسولين المفروض دلوقتي هيحول السكر لجليكوجين ولا جليكوجين لسكر؟ انا عندي سكر كتير فيحول السكر لايه؟ لجليكوجين، تمام. هرمون الجلوكاجون يا يارا بيحول مين لمين؟ بيحول الجلوكاجين للسكر. لسكر في الدم، تمام. اقرأ علل يا احمد يلا. البنكرياس غدة مزدوجة الوظيفة، إنه يفرز هرموني الأنسولين والجلوكوجون، وظيفته كل منهما مضادة ومعاكسة معاكسة وظيفة الوظيفة. الآخر. طيب بيقول لي البنكرياس عندي غدة مختلطة لا قنوية وقنوية، إمتى أتعامل معاها على إنها لا قنوية وإمتى أتعامل معاها على إنها قنوية؟ يلا قرأي. لأنه يعمل كغدة صماء لا قنوية بإفراز هرموني الأنسولين والجلوكاجون وصبهما في الدم مباشرة، بالإضافة إلى عمل تمام. غدة احنا كده لحد هنا هو غدة ايه؟ لا قنوية، لكن اذا قام بعمله في الجهاز الهضمي، اول ما بدأت كلامي وقلت هو اصلا من ملحقات الجهاز الهون الهضمي، لو قام بعمله في الجهاز الهضمي بإفراز عصارة هاضمة بنكرياسية في الاثنى عشر، لا يبقى انا كده شغال قنوي،
تمام. تمام كده أخدنا 3 أهميات البنكرياس. أول أهمية بيفرز هرمون الأنسولين المسؤول عن خفض مستوى السكر في الدم. تاني أهمية إفراز هرمون الجلوكاجون المسؤول عن رفع مستوى سكر الجلوكوز في الدم. تالت أهمية إفراز العصارة الهاضمة البنكرياسية في الاثنى عشر للمساعدة في عملية الهضم. فيها حاجة صعبة الغدة البنكرياسية؟ لا هتسمعوها الحصة الجاية اللي هي بكرة. طيب لحد الآن ما أخدناش الخلل بقى. خدوا بالكم وظائف الجسم ان تعلى او تقل نسبة السكر، انا قلت دي كلها حاجات طبيعية جوه الدم، والافراز بيتم مباشرة من البنكرياس سواء لأي هرمون منهم او حتى للعصارة بيتم برضه مباشرة. طيب امتى الخلل يحصل؟ الخلل يحصل لو افراز الهرمون نفسه زاد او قل، تمام؟ فلو قل عندي إفراز الأنسولين معنى كده إن مستوى السكر هيفضل عالي، فيصاب الشخص أو المريض ده بمرض اسمه مرض البول السكري. إيه هو البول السكري بقى؟ ده عبارة عن حالة مرضية. إيه السبب فيها؟ نقص إفراز هرمون الأنسولين. طيب إيه النتيجة عن نقص إفراز هرمون الأنسولين؟ ارتفاع نسبة السكر في الدم، وبيخرج منين؟ مع البول. تمام. الجسم ما بيستحملش اي زيادة في اي مادة موجودة جواه سواء كانت املاح او سكريات. ساعات كتير بنلاقي ناس بتشتكي مثلا ان جنبها وجعها بسبب ايه، املاح زيادة على الكلى. طيب الجسم يعمل ايه؟ بيحاول يخرجها مع البول. طب زادت اكتر من اللازم، يبدأ تحس بألم وتحس بتقلصات وكذا. الجسم ما بيستحملش أي حاجة نسبتها تزيد. فبالنسبة لي دلوقتي الدم نسبته زيادة، ما فيش إنسولين كفاية إن هو يغطي هذه الزيادة ويحولها لجلايكوجين، فيؤدي إلى الإصابة بإيه؟ بالبول السكري. تمام. أعراضه إيه؟ إحساس دائم بالعطش وتعدد مرات التبول. في حاجة صعبة؟ لا الأداء الذاتي ده أنا أخدته سكرين خلاص أهو، هيكون تبع الواجب. تمام. تمام. عندي بعد كده الغدتان الكظريتان، مالهم دول بقى؟ دول عبارة عن غدتين موجودين فوق الكليتين. طيب بيعملوا إيه يعني؟ الغدتين دول مهمين جدا جدا لأن هم مسؤولين عن إفراز هرمون الأدرينالين. يا مس هو الأدرينالين ده يعني بيساعد البول وكده عشان ده كده موجود على الكلية؟ لا ملهاش علاقة. أمال إيه؟ الأدرينالين هرمون بيحفز أعضاء الجسم إن هي تستجيب بسرعة. بمعنى إيه؟ لو أنا جبت مثلا دبوس وزغيتك، أنت بتحس بالألم وتحاول تشيل إيدك بسرعة ليه؟ في عندي محفز، إلحق بسرعة في حالة طارئة. طيب انا مثلا عندي فوبيا من الطيور، اي طائر بشوفه بخاف منه، فوانا ماشيه لو شفت اي طائر ايه اللي بيسبب عندي حاله الخوف والهلع؟ افراز هرمون الادرينالين. الادرينالين هنا مهم في الخوف والغضب وكده بس؟ لا، برضه بيكون مهم مثلا في حالات الفرحه الشديده. تمام. يبقى اي حاله طارئه اللي هو ايه، حد فجأة كده خضك بحاجة تفرحك، أو حد خضك بحاجة إيه تخوفك، ففي الحالتين الاتنين بتقوم الغدتان الكظريتان بإفراز مين؟ هرمون الأدرينالين. يبقى لو سألت إيه هي أهمية هرمون الأدرينالين، محمود تعرف تقولها ولا خرج؟ خرج. يلا نكمل. محمود يلا جميل. يحافظ أعضاء الجسم المختلفة الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ مثل الخوف والغضب والانفعال. تمام. كمل ما النتائج يا محمود. يلا. تمام. النتيجة بتتبع على تعرض شخص لموقف مخيف كهجوم كلب مفترس، تستجيب الغدة النخامية بفرازها الحيوية ومنشط للغدتين. انتظر بقى انتظر،
ايه اللي جاب سيرة الغدة النخامية هنا؟ نرجع لأهمية الغدة النخامية في السبع وظائف بتوعها. كان أحدهم إيه؟ إفراز الهرمون المنشط للغدتان الكظريتان. يبقى أساس عمل الغدة الكظرية عن طريق هرمون منشط بيجيلها من الغدة النخامية اللي هي سيدة الغدد. نكمل. بفرز هرمون منشط الغدتين الغذائيتين واللتان تعملان على إفراز هرمون الأدرينالين الذي يحفز أعضاء الجسم المختلفة للاستجابة السريعة لمواجهة هذا الموقف أو الهروب منه. تمام. انت ممكن تقف بشجاعة كده قدام الكلب اللي انت خايف منه، تقول له ما بخافش، ممكن برضه تدور الجاي، مفيش مشكلة. في الحالتين الاتنين انت كده عملت رد فعل. يلا اخر حاجة عندنا هي مين؟ الغدد التناسلية. بصوا معايا بقى، هندرس الغدد التناسلية في شقين اتنين، شق ذكري وشق انثوي. الشق الذكري هيكون عندي عبارة عن غدتا الخصية. غدة الخصية مسؤولين عن إفراز هرمون الذكورة. هرمون الذكورة ده اللي هو مين؟ أخدته على فكرة السنة اللي فاتت، هرمون التستوستيرون. طيب إيه أهمية هرمون الذكورة أو هرمون التستوستيرون؟ هو المسؤول عن إظهار الصفات الثانوية الذكرية الجنسية فين؟ في الذكورة. تمام؟ تمام. معايا؟ تخيلوا بقى الخلل هنا، يعني شوفوا برضه سبحان الله، وإن كل شيء إلا خلقناه بقدر، كل حاجة ربنا خلقها بمقداره. هرمون التستوستيرون ده موجود عشان يظهر صفات إيه؟ ذكورية للذكور. لو قل تصبح الصفات الذكورية دي قليلة، فتلاقي الشخص بهيئة رجل ولكن مثلا إيه؟ صوته ناعم جدا، جسمه ضعيف، عضلاته مش عارفه ايه، فهكذا. يعني الصفات الذكوريه اللي احنا اخدناها السنه تانية بنلاقيها ايه؟ حصل لها خلل، بدات تقل. طب لو زاد برضه بتأدي حاجات إيه؟ زياده عملاقه، اللي هو ايه بقى؟ إيه؟ خشونه زياده في الصوت، إيه؟ كثافه في شعر اللحيه والشارب، وهكذا. تمام؟ تمام. فهو موضحها لي تحت هنا، بيقول لي بتسبب الهرمونات الذكريه زياده سمك وكسر الاحبال الصوتيه، فبالتالي بيدي صوت ايه؟ غليظ. تمام. على عكس الانثى طبعا بيكون صوتها ايه؟ رقيق، لان هرمون التستوستيرون عند الانثى بتكون نسبته قليله جدا جدا جدا. نفس الكلام على فكره، لو زاد هرمون التستوستيرون عند الانثى فبيخلي صوتها غليظ، بيخلي مثلا عندها كثافه في شعر ايه؟ الوجه والشارب، بيحفز عندها نمو العضلات، فبيخلي الانثى ولكن بهيئه رجل. نكمل بعد كده غدتا المبيض. من هم غدتا المبيض يا شباب؟ غدتا المبيض هما المسؤولان عن افراز هرموني الانوثه. أخدناهم برضه في سنة تانية، كانوا هرمونين اتنين، واحد مسؤول عن إظهار الصفات الثانوية الأنثوية في الإناث، وواحد تاني مسؤول عن إتمام عملية الحمل وتغذية الجنين أثناء عملية إيه؟ الحمل. اللي مسؤول عن ظهور الصفات الجنسية الثانوية هو مين؟ الإستروجين، الهرمون المسؤول عن إظهار الصفات الثانوية الجنسية في الإناث هو الاستروجين. ما نلخبطش في الاسامي، يبقى التستوستيرون تبع الذكور، الاستروجين تبع الاناث، البروجسترون برضه تبع الاناث، ولكن البروجسترون ملهوش علاقه بالصفات، امال له علاقه بايه؟ بتحفيز عمليه نمو بطانه الرحم. طب لما تنمو بتساعد على تكوين المشيمه المسؤوله عن تغذيه الجنين عن طريق ارتباطها بالحبل السري. تمام؟ تمام يا شباب؟ تمام. ده بعد كده ملخص لكل اللي أخدناه في الغدد الصماء. قلنا إن الغدة النخامية هي سيدة الغدد، بتديلي سبع وظائف مهمة. أول حاجة هي المسؤولة عن هرمون النمو اللي مسؤول عن بناء العضلات والعظام وأعضاء الجسم المختلفة. لو زاد يدي عملاقة، ولو قل يدي
قزامة، أخدنا برضو الهرمون المنشط للغدة الدرقية ووظيفته وتنشيط الغدة الدرقية لإفراز هرموني السيروكسين والكاسيتونين. الكالسيتونين قلنا اللي فيه إيه؟ نسبة كبيرة من الكالسيوم، مسؤول عن تظبيط مستوى الكالسيوم. طيب السيروكسين زيادته أو نقصه بيؤدي إلى ظهور مرض الجويتر سواء كان بسيط أو جحوزي. خدنا بعد كده الهرمون المنشط للغدتين القذريتان. الغدتين القذريتان لما بيشتغلوا بيديله هرمون الأدرينالين. الأدرينالين بيعمل إيه؟ استجابة سريعة للمواقف الطارئة، خوف، غضب، انفعال، أيا كان بقى. خدنا بعد كده الهرمون المنشط للغدد التناسلية سواء كان في الذكور فمسؤول عن إفراز التستوستيرون، أو في الإناث مسؤول عن إفراز هرموني الاستروجين والبروجسترون. تمام. بعد كده خدنا هرمون منظم لكمية الماء بالجسم، ده بيساعد عندي على حماية الكلية من الأضرار اللي بتسبب قصور في وظائف الكلى وبالتالي بتسبب فشل كلوي لو ده حصل فيه خلل. كذلك الهرمون الميسر لعملية الولادة، ده بيساعد على انقباض وانبساط العضلات سواء كان في الرحم أو في المهبل، فبالتالي بتساعد على إيه؟ الولادة الطبيعية بيسر. خدوا بالكم إن هرمون الميسر لعملية الولادة ده زيادته أو نقصه برضه بتؤدي لمشاكل، فبالتالي بتلجأ إيه؟ بيلجأ الأطباء لعملية اسمها القيصرية، ان الهرمون كميته مش تمام او مش مظبوطه، فبيبدا ايه يدور على بديل للحفاظ على حياه مين؟ الام والجنين. الكلام ده احنا قلناه، والاداء الذاتي اللي تحت ده معناه في الواجب. هل حد عنده سؤال يا شطار؟ تمام، انا عارفه ان انتوا شطار ممتازين. تخليق هرمون النمو مش معانا، تمام؟ هبقى اتفق معاكم على حصة ناخد فيها الملغي، تمام؟ ناخد الملغي، ناخد الملغي، هناخده. تحت كده بس لا لا، هناخد الملغي بإذن الله في المنهج كله مش الدرس ده بس. يعني معلومات بس، يعني كده ناخدها معلومات. براحتك بقى، عاوز تذاكرها براحتك، عاوز تسيبها كمعلومة عامة برضه براحتك. تمام؟ مش عايز لو مش خدت الواجب سكين وبعد كده جوه بعدي عشان ما لا تعرفش لا، ما ناخد. حدش يخرج على فكرة، احنا لسه هنحل. لا بقول على واجب لو خدت سكين وبعد كده جوه بعدي. خلاص حاضر، مفيش مشكلة، أنا كده كده كل حصة باخده سكين وببعته. تمام؟ يلا. أول سؤال يا ابدأي. يا أي رب. من أيوة يلا. أي من الأجهزة الأتية تعمل مع الغدد الصماء على تنظيم الأنشطة والوظائف الحيوية بالجسم؟ الجهاز التناسلي. خطأ. ازاي التناسلي هيقوم بتنشيط الغدد دي؟ يعني ايه اللي جاب التناسل للغدد؟ عصب العصبي. العصبي، لان انا قلت لك الهرمونات مرتبطه بجميع اجزاء الجسم كما الاعصاب مرتبطه بجميع اجزاء الجسم. تمام. تمام. رقم اتنين يا حمود، يلا. محمود يلا حبيبي جاوب رقم اتنين. الهرمونات بتمشي الدنيا يا محمود. ايه؟ قنوات. لا، ازاي قنوات؟ ما احنا بنقول ان هي صماء لا قنوية. طيب الدم. الدم يا محمود، ركز شوية. بما ان ما شاء الله مذاكرتكم جميلة جدا النهاردة، فالحصة الجاية هتكون امتحان على الوحدة الأخيرة. ليه؟ نكمل بقى رقم ثلاثة يا أحمد علاء. أحمد ايوه مش ثلاثة يا جميل، يلا. مين هي الخلايا المستهدفة يا أحمد؟
بتفرز الهرمون؟ لا، اللي بيفرز الهرمون الغدة، صح؟ لكن اللي بيتأثر بالهرمون وبيشتغل بيه هي الخلية المستهدفة، تمام؟ أهتم بالهرمون. تتأثر بالهرمون. رقم 4 يا يارا. تفرز هرمونا يسهل عملية الولادة، الغدة النخامية. برافو عليكي، اوعي تتلخبطي وتاخديها المبيض. يلا، المعدة، ايه الغدة، معلش، بتفرز الغدة مين؟ الكاستولين. مين اللي بيفرزها يا محمود؟ محمود، جاوبها يا أحمد. ألو ألو، جاوب يا محمود. رقم 5 فوق، بتفرز المعدة نقط، بتفرز الغدة نقط هرمون الكاستونين. أمس اسمه تاني؟ الغدة، غدة مين اللي بتفرز الكاستونين؟ كظرية ولا نخامية ولا درقية ولا بنكرياسية؟ درقية. درقية. 6 يا أحمد، يضبط هرمون الكاستولين مستوى مين في الدم؟ بوتاسيوم ولا كالسيوم ولا أكسجين ولا حديد؟ كالسيوم، تمام. 7 يا يارا، غدتان مين بتتحكمان في مستوى الثيروكسين في الدم؟ النخامية والدرقية. نغمية ودرقية، برافو. الهرمون الذي يؤدي نقص إفرازه إلى تضخم الغدة، التضخم يا محمد بيكون تبع هرمون مين؟ إيه محمود، معلش محمود، الجوتا البسيط يا مس. لا هو ما بيسألنيش عن المرض، هو بيسألنا عن الهرمون اللي نقصانه بيؤدي لتضخمها. اليود يا ابني اليود عنصر، انا بسأل عن الهرمون. ماذا؟ السيوكسين. السيوكسين، انا بقول لك الصيام مؤثر. 9 يا احمد، يلا، الجويتر البسيط بيحدث عندما يكل هرمون السيوكسين نتيجة لنقص، اللي اخوك محمود لسه مجاوبها لك. قول احمد. اليود اليود، هو ده. طيب يلا يا عشا، يفرز البنكرياس هرمون الذي يعمل على خفض مستوى السكر في الدم، الأنسولين. الأنسولين، برافو عليكي. يلا يا محمود، 11، هرمون الجلوكاجون بيعمل ايه؟ بيحول ايه لايه؟ مش هو البتاع مش باينة. ما انا بقرا لك اهو، بيحفز هرمون الجلوكاجون. على فكره انت معاك الكتاب برضه. بس بيحفز هرمون الجلوكاجون خلايا الكبد على تحويل نقط المخزن فيها الى سكر. الجلوكاجون بيحول من لمين؟ لسه قلنا النهارده. سكر جلوكوز. ماشي، بيحول مين بقى لسكر جلوكوز؟ انسولين. انسولين. لا مش انسولين، جلايكوجين. انسولين. تمام تمام مين الهرمون اللي مضاد للانسولين يا احمد؟ الجلوكاجون. جلوكاجون، برافو عليك. يلا يا اخي، سؤال تحت. غدة مزدوجة الوظيفة، الغدة الكظرية. لا لا لا، القزاية بترعب بس، فين الوظيفة التانية؟ البنكرياس. البنكرياس، يعلي ويخفض، تمام؟ تمام. إن الكوشن، لا يعني أبقى أتكلم إنجليزي، كلموني إنجليزي. خلاص ماشي، أنتوا صايمين صح؟ صح. طيب قولوا بسم الله وعدوا معايا. أداة 1، الله.
استني بس، لا والله ده بتبقى حلوة أوي في الصيام لما بزود الواجب ده. اتنين ثانية بس، ثانية، فين واحد؟ ايه ده؟ مش واجب ده؟ اه بس انا هبعتهولكوا دلوقتي. يلا تلاتة. كفاية كفاية، لا والله تصعب علي. يلا الله شوفوا ان شاء الله الحصة الجاية هتكون امتحان، واخدين بالكم؟ على آخر واحد. نتمنى مذاكرة أحسن من كده، مستوى أحسن من كده، وندخل في ميعادنا محدش يتأخر، وأول ما ندخل نفعل المايك، ويا ريت لو تفتحوا الكاميرا. يعني أنا بالنسبة لي النهاردة مين هيكون أحسن طالب؟ مين هي؟ أكيد أنا، ما هو أنتوا ما فيش واحد فيكم لا فتح كاميرا، وبتزهقوني على ما بتردوا. أعمل كل أهو محمود الصوت قطع عنده تاني. يلا هو نسبيا يعني بصراحة هي يوم مذاكرة كويس النهاردة خلاص يا مستر، يبقى انا، وبترد على طول. طب يبقى انا بقى يا مستر. أما أشوف بقى الحصة الجاية هيبقى طب أحوال إيه، هيبقى عاملين إيه. وانا يا مس انا ما يا كنتش محمود أنت اعرف، جبتك من القلق يا محمود، عايزة مذاكرة شوية. مش دفع هما، بس سؤالين بس ما جبتهمش يا مس. ليه؟ لو أنا اديتك 100 سؤال عشان تسيب سؤالين؟ يلا باي. سلام.